بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب تالتة ثانوي. معادنا مع السبورتنج فيديو الثاني الخاص بحل أسئلة الريزيستنس، وهنبدأ مع بعض من آخر نقطة وقفنا فيها، وكنا وصلنا لتشوز نمبر 36. هنا السؤال بيقول لي A steady current is passing through a linear conductor of non-uniform cross section. The net quantity of the charge crossing any cross section per second is. هو بيقول لي لو عندي current steady current، بمعنى ان ال I constant، وكلمة ال I constant معناها ان ال rate of charges اللي بيعدي كل جزء من الكوندكتور الرقم ده ثابت او مش غير. ال net quantity of charge crossing any cross section area per second، ده معناها ان ال I دي او معدل ال current ده بيبقى independent على area، لا يعتمد على ال area ولا directly proportional مع ال length، ولا directly proportional مع الاريا، ولا inversely proportional مع اللينس. طيب احنا نعرف من الاساس ان الريزيستنس ايكوال ريزيستيفيتي في لينس على اريا، فده معناها مبدئيا ان الريزيستنس دايركت مع اللينس وكمان انفرس مع الاريا. كمان من اومز لو ال I ايكوال V over R، فده معناها ان ال I inverse مع الار. إذن العلاقة ما بين الاي والار عكس، وده يودينا لايه بقى؟ يودينا ان الاي طالما inverse مع الار يبقى هو دايركت مع الاريا، عشان هما الاثنين عكس بعض. وكمان inverse مع اللينس، لان الار والال دايركت. إذن لو انا هسأل الكوانتيتي في تشارج اللي بتعدي في اي سيكشن بالسكند، هي inverse مع الار وبالتالي inverse مع اللينس، يبقى هختار مين؟ هختار دي، ان الكرنت ده inversely proportional مع اللينس، since ان الاي inverse مع الار والار والال دايركت يبقى كمان inverse مع اللينس، عشان كده هختار دي. نمبر 36، when the length of metallic wire decreases to half and its radius increases to double. بيسأل على conductivity. لا انت مش هتضحك عليا، انا عارف ان الريزيستيفيتي والكوندكتيفيتي ديبينز على حاجتين اتنين بس. اول حاجه التايب اوف ماتيريال، التايب اوف ايه؟ ماتيريال. وتاني حاجه هي التمبريتشر، يعني ولا اللينس ولا الراديوس بيأثروا في الكوندكتيفيتي، وبالتالي اختار ريمينز ان تشينجد. نمبر 38، ان الكتريك هيتر از كونكتد تو مين سورس اوف الكتريسيتي using insulated copper wire. The wire become very warm. لما وصلت الهيتر الواير ساخن. Which can be done to prevent the much heat. ايه الوات can be done؟ ممكن اعمل ايه عشان امنع هيت اكتر من كده انها تطلع من الواير؟ هل استخدم thicker copper wire؟ thicker يعني ايه؟ يعني الاريا هتزيد. وانا عارف ان الاريا inverse مع الريزيستنس، فلما الاريا تزيد الار تقل. والهيت يا جماعة اللي هي الانرجي اللي بتطلع، الهيت دي بتعني ريزيستنس، فمبدئيا الكلام ده مناسب، ممكن استخدم ثيكر، لان الثينر معناها العكس، معناها ان الاريا تقل والار تزيد، وده هيخلي الهيت اكتر. ثيكر انسوليتر يعني عازل اكبر. لا انا مش دعوه بالعازل خالص، انا قصتي مع الكابر اللي هيوصل. يبقى افضل طريقه ان انا استخدم ثيكر كابر واير عشان يوصل كابر اللي يوصل كارنت اعلى، لان لما اكبر الاريا هتقل الار والاي تزيد، فتقل الهيت كونسيومد او الهيت انرجي ريليزد. نمبر 39، فور واير ميد فروم سيم ماتيريال. طبعا سيم ماتيريال معناها زي ما انتم عارفين ان الريزستيفيتي كونستانت. طيب ويتش واير هاز ذا جريتست ريزيستنس؟ مين عنده اعلى ريزيستنس؟ انا عارف ان الار ايكوال ريزستيفيتي في لينس على اريا، فزي ما انتم عارفين هختار، عشان اختار اكبر ريزيستنس اختار اكبر لينس. اكبر لينس مش A ومش B، وعلشان الاريا دايما بتاعت السيركل باي ار سكوير، فانا لو عايز اجيب اكبر ار هاخد اصغر ريديوس، اصغر ريديوس مش 0.2، يبقى في الاخر هتحصر في اني ال 10 ال 100 و 0.1 او سي. نمبر 40، the product of resistivity and conductivity for same material. احنا عارفين ان resistivity inverse مع conductivity،
او الكوندكتيفيتي انفرس مع الريزستيفيتي، فالاثنين عكس بعض. بالتالي دايما التايمز بتاع الاثنين كان الناتج بتاعه بايه؟ بوان. واحنا كنا عملنا الرول بتاعتي في التراينجل، هنا الريزستيفيتي وهنا الكوندكتيفيتي وهنا 1، فبالتالي هتبقى ايكوال 1. الريزيستنس بتاعت اي رود حته يعني من الواير داز نوت ديبند على ايه؟ هل التمبرتشر؟ لا، هي بتعتمد على التمبرتشر. هل الماتيريال؟ لا، هي بتعتمد على الماتيريال. اللينس؟ لا، طبعا التمبرتشر بتاثر. الماتيريال اللي هي الريزستيفيتي سواء هنا او الكوندكتيفيتي، كل ده مؤثر، واللينس طبعا. لكن الشيب، خلي بالكوا الشيب بتاع الاريا مش الاريا اتسلف. الاريا مؤثره، لكن شكل الاريا ايه؟ يعني سيركل، كيوب، كيوبويد، وبيتكلم على اللي مش بيأثر شكل الاريا، لان الاريا فيكسد، هي نفس المساحه. ممكن المساحه دي تبقى على شكل سيركل او على شكل سكوير، طالما كده كده لما اجي احسب الاريا تطلع نفس الرقم، فاصبحت الاريا مش مؤثره لانها ثابته. بالتالي هختار اي از ا فاكتور، مش هيأثر في حاجه. نمبر 42، كوندكتيفيتي اوف كوندكتور مي بي انكريز باي، ممكن الكوندكتيفيتي تزيد امتى؟ طبعا الكوندكتيفيتي ما بتتاثرش لسه قايل الا بالايه؟ بالتمبرتشر اونلي. فلما التمبرتشر تقل الكوندكتيفيتي بتزيد، واحنا عارفين ان الميتالز ما بتحبش الهيت، لما تسخن تهنج، فبالتالي كل ما قلل الحراره كل ما يوصل اكتر. طب الريزيستنس بقى امتى تقل؟ لا، الريزيستنس بتاثر في عوامل الار، ريزيستيفيتي في لينس على اريا. اذا الفاكتورز اللي بتاثر هي الريزيستيفيتي واللينس والاريا. طب لو زودت اللينس، اللينس دايركت اكيد لما اللينس يزيد، لانه دايركت مع الار فالار هتزيد. طيب ديكريزنج الاريا، انا عارف ان الار انفرس مع الاريا، فلما الاريا تقل الار هتزيد، انا مش عايز كده، يبقى برضه لا. increasing temperature، الار دايركت مع التمبرتشر، رغم ان احنا ما قلناش ده فاكتور من الفاكتورز، بس هو دايركت، فلما التمبرتشر تزيد الار هتزيد، لما زود الاريا الار هتقل، لان الار انفرس مع الاي. هو بقى ده اللي ينطبق على السؤال بتاعي، انا عايز اقلل الاريا، فلما اقلل الاريا الريزيستنس هتزيد، يبقى هختار مين؟ اختار دي، لما الاريا تقل الار تزيد. نمبر 44، the specific resistance of a material of conductor increases. الـ specific resistance يا شباب هي الـ resistivity. فالـ resistivity لو ما تزيد، بتزيد بزيادة إيه؟ ما قلنا الـ resistivity ما بتتأثرش إلا بنوع الماتيريال والتمبرتشر. إذا كل ده يبقى غلط، الصح الوحيد هو التمبرتشر. نمبر 45، a wire of length 3.14 meter add الـ L والراديوس 0.5 ملي متر، يبقى الراديوس اهو، وعلشان هو بالملي هحوله للمتر، فاعمل 0.5 باي 10 باور نيجاتيف 3 كونكتد تو باتري 5 فولت. اف ذا ريزيستيفيتي، ومعايا الريزيستيفيتي، وعايز الكرنت انتنسيتي. طيب انا لما افكر، انا معايا الفي وعايز الاي، من اومز لو الاي equal V over R. فأنا لو معايا ال V وعايز ال R، لو جبت ال R أبقى حليت. طب ال R معايا مكوناتها طبعا، ال R equal A resistivity في لينس على area. ال resistivity already معايا ب 10 power negative 7 واللينس ب 3.14 على ال area pi R square، pi R square، فبرضو ال pi ب 3.14 والراديوس هيبقى 0.5 باي 10 باور نيجاتيف 3 سكوير. انا ممكن اكنسل باي مع الباي واطلع الاريا الريزيستنس. اجي بقى هنا احسب الريزيستنس، هتبقى 5 اوفر الرقم بتاع الريزيستنس اللي هيطلع لي من الحسبه دي، هتطلع الريزيستنس 0.4. احط هنا بقى 0.4 واعمل 5 ديفايدد 0.4، تطلع 12.5 امبير او اخر اختيار. نمبر 47، a metallic rod is in a shape of cylinder. ده مهم قوي. الاريا بتاعتي ادي اول اريا او given اهو 2 باي 10 to power negative 4 متر سكوير، والريزيستنس بتاعتي ب 22.5
is pulled و pulled قلنا لما تجيلي في مقارنة هي أو reshaped أو ريكون أو reformed أو stretched، كل ده ببدأ أقارن برول معينة اللي هي كانت عندنا في البوكلت 4 نمبر 4 رابع البوينت. Until its cross section area become 1.5. الاريا دي لو اريا 1 فاريا 2 بقت 1.5 وبرضو ممكن أحولها. كان ممكن ما احولش لانه ريشيو عادي، هو عايز بقى so its resistance will be، وعايز R2 ان دي R1. طيب في الحالة دي بستخدم oil to point number 4 اللي فيها الريشيو ما بين over R2 equals ايه بقى area 2 over area 1 بس all power 2 لانه قال stretched، يبقى equals R1 معايا already ب 22.5. R2 هي دي اللي انا بدور عليها equals الاريا نمبر 2 بكام؟ قال لي ب 1.5 ممكن ما احولهاش، واريا 1 بكام؟ 2. بس الكلام ده هعمل الكلام ده all power 2 يعني هتبقى 22.5 over R 2 equals هنا هتبقى 4.5 over 4 واعمل cross هتطلع معايا 52 ohm. A conductor of regular cross section whose length 20 يبقى length equal 20 meter والresistance بتاعتي 108 ohm. So if another conductor of same material يعني الريزستيفيتي هنا كونستانت، اللينس التاني يبقى دي ار دي كده ده ال1 يبقى ال2 equal 5 متر والاريا بتاعته 3 times the first يعني اريا 2 ب 3 اريا 1، ادي معلومه كمان. يبقى الريزيستنس كام؟ عايز R2، يبقى انت عايز ريشي، وانا هعمل R1 over R2 equal كده كده الريزيستيفيتي ثابته لان قلت لي سيم ماتيريال، لينس 1 على لينس 2 تايمز المفروض اريا 2 على اريا 1. طيب ال R1 قلت لي ب 108، R2 مش عارف over R2 equals اللينس بقى لينس 1 ب 20 over لينس 2 ب 5 تايمز. هنا بقى المهم اريا 2 هو قال لي معلومه اهي انها ب 3 اريا 1 over اريا 1، اما كنسل دي مع دي يبقى كانها 3 over 1 يعني هتبقى كانها 108 over r2 equal 60 over 5 واعمل ايه cross multiplication هتطلع معايا c. نمبر 49 نايكروم ده اللي هو ملفات الهيترز بتاعت التسخين يا شباب. نايكروم واير از 1 متر لونج، يبقى اول حاجه عندي اللينس ايكوال 1 متر اند 1 باي 10 باور نيتف 6 متر سكوير اريا، وادي الاريا كانها 10 باور نيتف 6 متر سكوير. وين ذا كونكتد تو ا بوتنشال ديفرنس، لو الفي بتاعي 2 فولت والكرنت بتاعي 4 امبير يبقى الريزستيفيتي بكام؟ طيب الاول طب معايا في واي اجيب الار من اومز لو في اوفر اي، الفي ب 2 والار ب 4 فتبقى 0.5 اوم، ادي اول حاجه. طيب لو انا عايز اجيب الريزستيفيتي من المربع بقى بتاعنا اللي احنا حافظينه هنا الريزستنس ريزستيفيتي في لينس على اريا، إذن الريزستيفيتي تبقى R في A على L يعني 0.5 باي الاريا 10 باور نيتف 6 على 1 فهتطلع معايا D as the resistivity of conductor 0.5 ohm dot meter. دي بالنسبة لي الريزستيفيتي. So product with its conductivity equal، طبعا عموما من غير أي سؤال الريزستيفيتي في الكوندكتيفيتي دايما equal 1، الإجابة هنا تبقى إيه؟ 1.
نمبر 51، الكولوم اوف ميركوري ان تيوب اوف لينس كام؟ ادي اللينس، اللينس بتاعي ايكوال 106.3 سم، لا خليه بالمتر، باي 10 باور نيتيف 2. والكروس سكشن اريا، الاريا بتاعتي 1 ملم سكوير، يعني 1 باي 10 باور نيتيف 6، كده بقت متر سكوير، هنا متر. والريزيستنس بتاعتي ب 1 اوم. لو عايز الريزستيفيتي، انا لسه قايل الريزستيفيتي ايكوال ار في ايه على ال، الار ب 1 والاريا 10 باور نيتيف 6 والال 106.3 باي 10 باور نيتيف 2، هتطلع معايا ب 9.407 باي 10 باور نيتيف 7 اوم دوت متر. طيب عايز كمان الكوندكتيفيتي، الكوندكتيفيتي 1 اوفر ريزستيفيتي، يعني هعمل 1 اوفر الانسر، 1 اوفر 9.407 باي 10 باور نيجاتيف 7، هتطلع معايا 1.03 باي 6 باي 10 باور 6، دي يا جماعه 6 بالبوزيتيف مش بالنيجاتيف، وهتطلع ب 52. A cover of fire its length 30 متر والكروس سكشن اريا 2 باي 10 باور نيجاتيف 6، ادي اللينس وادي الاريا. البوتنشال ديفرنس 3 فولت وادي الفي. عايز الكرنت انتنسيتي ودي ريزستيفيتي، عملنا بقى زيها، تبقى الريزستنس ريزستيفيتي في لينس على اريا، الريزستيفيتي ب 1.79 باي 10 باور نيجاتيف 8 واللينس ب 30 والاريا 2 باي 10 باور نيجاتيف 6. الريزستنس هتطلع معايا ب 0.2685. دلوقتي بس اقدر اجيب مين؟ ال I equal V over R، فتبقى 3 over 0.2685. هتطلع معايا بكام؟ هتطلع معايا ب 11.2 تقريبا، او اللي هي 17، اللي هي C. نمبر 53، A metallic rod in the shape of cylinder of cross section area 4 سم سكوير. يبقى اول حاجه عندي الاريا اهي ب 4، دي اريا 1 والريزيستنس بتاعتها برضو ب 14، دي ار 1. يبقى تعالوا نطلع الجيفن، اريا 1 4 سم سكوير، ار 1 14 pulled uniformly until its cross section area become area 2 ب 2 سم سكوير. عايز بقى الريزيستنس، طيب احنا لسه عاملين شبهها، قلنا طالما بولد نستخدم الفقره الرابعه 0.4 4 ار1 على ار2 ايكوال اريا 2 اوفر اريا 1 بس اول باور 2. طيب ار1 بكام؟ ار1 ب 14، ار2 مش عارف، اريا 2 ب 2، اريا 1 ب 4 بس اول باور 2، فتبقى 14 على R2 equal 4 على 16، واعمل ايه؟ cross multiply، هتطلع معايا ب 56 ohm. نمبر 55، if the length of copper wire is doubled، يعني اللينس الجديد بقى دبل اللينس الاولاني، والاريا decreases half، الاريا 2 بقت نص اريا 1، ايه يا ترى ايه اللي حصل للريزيستنس؟ طب انا عارف ان ريزيستنس ايكوال ايه يا شباب؟ ريزيستيفيتي في لينس على اريا. طيب اصل اللي حصلت ان اللينس زاد الدبل والاريا قلت النص، فانا كاني بعمل 2 ديفايدد هاف عشان اعرف ايه اللي حصل، فيبقى الناتج بتاعي 4، وده معناها ايه؟ معناها ان ريزيستنس زادت 4 اضعاف او هتبقى كوادربولت. Number 56, a metallic rod is stretched uniformly so its length doubled. يبقى resistance كام؟ طبعا stretched قلنا باخد number 4، فتبقى R1 over R2. هنا لما قال اللينس doubled معناها ان L2 بقت double L1. في الحالة دي باخد القانون بتاعي اللي في point 4 اللي هي تبقى L1 over L2 all power 2، لانه قال لي ايه؟ قال لي stretched، يعني الكلام ده ايكوال L1 هسيبها زي ما هي وL2 هحط مكانها 2L1 بس all power 2،
فما كنسل ال L مع ال L يتبقى هاف سكوير يعني كوارتر. في الحالة دي يبقى لما اجي هنا بقى R1 over R2 equal 1 over 4 بالكلوس مالتبليكيشن، يبقى R2 equal 4R1 برضو هتبقى زادت 4 تايمز. نمبر 57 two wires of same length and resistance، نفس اللينس نفس الريزيستنس، معنى كده ان لينس 1 equal لينس 2 وريزيستنس 1 equal ريزيستنس 2 made of copper and the other made of iron، يعني الريزيستيفيتي مختلفة. طيب عايز الريشيو بتوين ذا الرادياي، عايز الريشيو بتاع الراديوس. طيب مبدئيا انا هجيب القانون بتاعي اللي انا حافظه في الريشيو، R1 على R2 equal resistivity 1 على resistivity 2 times length 1 على length 2. مش هحط بقى هنا ايه، هحط الراديوس لانه عايز الراديوس، يبقى radius 2 على radius 1 a square. السؤال مين 1 ومين 2؟ 1 هو الايرن و2 هو الكوبر. نفس الكلام هنا ايرن وكوبر، وهنا ايرن وكوبر، لكن هنا كوبر وايه وايرن عشان العكس. هو عايز بقى الريشيو ده، اذا انا هاخد دول اوديهم الناحيه الثانيه واعكسهم، بمعنى ان انا ريشيو تو ريزيستنس تو بمعنى radius، يبقى ده معناه ان radius 2 اللي هو copper على radius 1 اللي هو iron square equal. المفروض الresistance هو قال ان هما same يبقى دي ب 1، وقال كمان ان اللينس same يبقى دي ب 1، يبقى واضح ان هودي الناحية التانية resistivity، تبقى resistivity copper على resistivity iron. طيب انا عايز بقى العكس، انا عايز radius iron على radius copper، هما الاثنين ايه، هما الاثنين هيبقوا بنفس الريشيو، بس عشان هنا في سكوير شيل سكوير واقوم حاطط روت، فيبقى روت الريزيستيفيتي بتاعت الايرن على الريزيستيفيتي بتاعت الكوبر، بالتالي انا هختار اللي فيها الروت. طب يا مستر ده كلام كتير وطويل وصعب، هنختصرها خالص. مش انا عايز منك الراديوس ريشيو الراديوس، علاقة الراديوس بالريزيستيفيتي، الراديوس والريزيستيفيتي لو انا جبت القانون اهو بشكل بقى سريع اهو، الار ريزيستيفيتي في لينس على اريا، فالريزيستيفيتي المفروض ايكوال ار في اي على ال، والاي باي ار سكوير. يبقى من الاخر كده العلاقه من الراديوس والريزيستيفيتي دايركت، فده معناها انك لما اخد راديوس ايرن على راديوس كبر يبقى ريزيستيفيتي ايرن على ريزيستيفيتي كبر اللي هي دي، بس عشان هنا في سكوير شلت وحطيت روت ناحيه الريزيستيفيتي، يبقى انا بسرعه بسرعه اقدر اختار دي لو الثانيه طويله شويه في الحل. نمبر 58، نمبر 58 if the length of resistor double and the area half، قلناها قبل كده بقى ال R equal A resistivity في length على area، فلما ال length double وال area half يبقى كأني بعمل 2 divided half، 2 divided half يبقى الناتج بكام 4، فهتزيد 4 times. 59 the radius of wire increases double، radius 2 بقى double radius 1 واللينس decreases quarter، لينس 2 quarter لينس 1. في الحالة دي أنا عايز الكوندكتيفيتي، لا الكوندكتيفيتي remains constant، ما تضحكش علي. نمبر 60 وده سؤال مهم، if two lamps of resistance R1 و R2 the value of R1 is greater than R2 both are joined in series with source 2 so that. اولا هو بيسال على اليومينس انتنستي وشده الاضاءه هي الباور. طب هم متوصلين ايه؟ هم متوصلين سيريس، وفي السيريس بحسب الباور من قانون الاي سكوير في ار. في الحاله دي لان في السيريس الاي كونستانت فتبقى الباور دايركت مع الريزيستنس، يبقى كل ما الريزيستنس تزيد الباور يزيد وبالتالي اللومينس انتنستي. بما ان انت قلت ان R1 اكبر من R2 يبقى اكيد باور 1 اكبر من باور 2، يبقى الاضاءه بتاعت 1 اكتر، وبالتالي
اليوم الانتنسي بتاعته 1 مور ذان 2، ايوه لان 2 اصغر فتبقى اقل ومش ايكوال. نفهم من كده ان اليومينس انتنسيتي بتدل على الباور عشان اعرف منه مين الاكتر في الاضاءه ومين الاقل. نمبر 62، a conductor of radius r ولينث l وريزستيفيتي رو وريزيستنس r لو ستريتشت till its radius decreases half. يعني الراديوس 2 بقى هاف راديوس 1، يبقى النيو ريزيستنس يعني عايز ار2، يبقى انا هستخدم ريشيو ار1 اوفر ار2 ايكوال. طالما قال ستريتشد يبقى استخدم الجزء بتاع الريفورمنج، يبقى ار2 على ار1 بس اول باور 4. طيب نكمل، يبقى R1 over R2 equal radius 2 ب half radius 1، وهنا radius 1 whole power 4، هكنسل دي مع دي يتبقى half، يبقى كأني بقول R1 over R2 equal 1 over 2 whole power 4، يعني كأنها 1 over 16. طب نعمل بقى cross multiplication، هنا R1 over R2 equal 1 over 16 بالcross، يبقى R2 بقت 16 times R1، عشان كده اختار دي. Number 63، one of the following copper conductor is has the least resistance. انا عايز ال R تبقى اقل حاجة، وبما انه معمول من الكبر فانا بتكلم على ايه؟ اللينس والاريا، لان الريزستيفيتي دي كونستنت. فانا لما اكون عايز اقلل ريزيستنس عايز اقلل لينس واكبر اريا، بالتالي عايز ثين لا ثيك، ثيك وشورت ايوه ثيك عشان يبقى الاريا كبيره، شورت عشان يبقى لينس صغير، وكول عشان التمبرتشر ضد الريزستنس. ثيك ولونج لا، ثين برضو لا، ثين برضو لا، يبقى الوحيده اللي صح مين؟ بي. نمبر 64، a certain wire has resistance r، another wire of same material يبقى نفس الريزستيفيتي has half the length، يعني length 2 نص length 1 و half diameter، diameter 2 نص diameter 1 وريشيو الدايمتر والريديوس واحد، يبقى ريديوس 2 نص ريديوس 1. يبقى الريزيستنس الثانيه بكام؟ انت عايز ريشيو. طيب يبقى R1 over R2 equal الريزستيفيتي كده كده كونستانت تو سيم ماتيريال، يبقى لينس 1 على لينس 2 تايمز ريديوس 2 على ريديوس 1 سكوير او دايمتر لانهم واحد. الكلام ده equals لينس 1 هسيبها زي ما هي، لينس 2 half لينس 1 times radius 2 بنص radius 1، وهنا radius 1 whole power 2، هكنسل الradius واللينس، فيتبقى 1 over half by half power 2، يعني كأنها 2 times quarter، فتطلع ده معناها ان الريزيستنس الجديده لما نيجي نعمل كروس بقى، اما ار1 على ار2 ايكوال 1 اوفر 2 بالكروس يبقى دبل. كويستشن 65، تو كوندكتور ميد اوف سيم ماتيريال، يبقى الريزستيفيتي ثابته وسيم لينس. كوندكتور A سوليد واير ليه دايامتر 1 وكوندكتور ليه دايامتر 2، عايز الريشيو بتوين ريديوس بتوين their resistance، عايز الريشيو بتوين الريزستنس، المفروض ان الريزستنس A over resistance B equal A، مش هحط ولا الريزستيفيتي ولا اللينس، تبقى area 2 على area 1 او diameter 2 على diameter 1 بس سكوير، فdiameter 2 ب 2 وهنا 1 او power 2 فتطلع 4 over 1 او 4. طيب 66، two wires are made برضو of same length و same material لكن different في الراديال، they are joined end to end
متوصلين جنب بعض. And a potential difference is maintained across the combination. يعني كأني جبت الاتنين كده كأنهم two resistance جنب بعض. ليهم نفس اللينس ونفس النوع. هنا بيقول لي مين اللي quantity اللي same for both wires؟ طالما متحطين end to end يعني كأنهم متوصلين series. في الحالة دي أي current هيخش من هنا هيمشي في R1 و R2 لازم هما هما. وبالتالي الكرنت هيبقى هنا مش بيتغير اللي هو ايه الكرنت دينستي او الكرنت انتينستي او الاي دايما بتبقى ثابته في السيريس كونكشن ودي حاجه هتتناقش بعد كده. نمبر 67 9 ايدنتيكال وايرز ايتش اوف دايامتر دي ولينس ال ار كونكتد ان بارالل. طيب عندي 9 وايرز كلهم متوصلين تحت بعض 1 2 3 4 5 6 7 8 9 التسعة دول متوصلين بارلل تحت بعض ليهم نفس الريزيستنس كأنها سنجل واير اوف لينس ال لكن الديامتر بتاعها. طيب انا كأني بقارن ان انا حطيت التسعة تحت بعض فانا عارف ان الار انفرس مع الاريا وبالتالي هو انفرس مع الديامتر سكوير فبالتالي ده معناه ان لما احطهم تحت بعض الديامتر هيبقى 1 على 9 ديامتر سكوير. ال 9 اللي هم كام 81 فتبقى 1 على 81 يبقى هيبقى الديامتر على 81. باختصار ال 9 دول اللي قال عليهم وايرز لما يتحطوا تحت بعض هيبقى السمك بتاعهم او الثيكنس 9. الثيكنس ده اعمله باور 2 عشان ده بيعبر عن الديامتر والديامتر سكوير فتبقى 81. طب الراديوس والديامتر انفرس يبقى عشان كده اخترت الدي على 81. نمبر 68 if the resistance of wire r and the second wire has side length half of the first. طيب مبدئيا الريزيستنس الاولى اسمها r السكند واير طوله نص الاولاني L2 بنص L1 والديامتر قد الراديوس ديامتر 2 قد راديوس 1 يعني راديوس 1 ب2 راديوس 2 عشان الديامتر دبل الراديوس. قال كمان الريزستيفيتي بتاعتي 4 اوفر 3 الريزستيفيتي بتاعت الفيرست يعني ريزستيفيتي 2 4 اوفر 3 ريزستيفيتي 1. عايز اعرف يبقى الريزيستنس الثانيه بكام برضو ريشيو يعني R1 over R2 equal resistivity 1 over resistivity 2 times length 1 over length 2 times المفروض هنا بقى radius 2 over radius 1 square. طيب resistivity 1 هسيبها زي ما هي resistivity 2 4 over 3 resistivity 1 times length 1 هسيبها زي ما هي length 2 half length 1 times radius 2 زي ما هو radius 1 ب2 radius 2 square. cancel resistivity مع resistivity length مع length الR مع الR يتبقى ايه؟ يتبقى هنا 3 over 4 times هنا 2 هتطلع فوق تحت اللي تحت يطلع فوق تبقى 2 over 1 times برضو هنا تبقى 1 على 2 سكوير يعني 1 على 4 فتبقى 6 في الاخر هتطلع معايا 3 over 8. طب اعمل كروس يبقى ساعتها 8 R1 equal 3 R2 انا عايز R2 ادي 3 بالديفايدد فتبقى 8 over 3. نمبر 90 نمبر 69 a metal wire is pulled so that its diameter decreases half يعني diameter 2 نص diameter 1 او diameter 1 double 2 وانا بفضل ده عن الفراكشن عشان ما نتلخبطش. عايز الريشيو between lengths. طيب هو قال انه pulled فاللينس before and after المفروض ان الريزيستنس 1 على ريزيستنس 2 ايكوال لينس 1 على لينس 2 سكوير ايكوال ديامتر
2 على diameter 1 whole power 4. طيب هو عايز اللينس كام لكام؟ فيبقى لينس 1 على لينس 2 سكوير ايكوال diameter 2، وهحط هنا مكان diameter 1 2 diameter 1 whole power 4 in diameter 2. اما كنسل دول بقت 1 على 2، يعني بقت 1 over 16. ده ايه بعد ما عملت الباور؟ طيب يبقى الكلام ده بيساوي لينس 1 على لينس 2 سكوير. عشان نشيل سكوير هحط روت، يبقى لينس 1 على لينس 2 روت 1 over 16، يبقى لينس 1 على لينس 2 ايكوال 1 over 4. يبقى لو عايز الريشيو ما بين اللينس هتبقى 1 over 4. في النقطة الثانية عايز الريشيو ما بين الريزيستنس بيفور وافتر بولينج. طيب ماشي، هنا بقى هاخد بقى R1 مع R2 مع الدايمتر على طول، هي دايمتر 2 على دايمتر 1 اول باور 4، واحنا لسه مطلعينها 1 اوفر 16 هنا على طول، فتبقى ايه 1 اوفر 16. طيب هنا بقى عايز الريشيو بتاعت الريزستيفيتي. طيب انا اساسا فوق ما قلتش ان انا غيرت الماتيريال، والريزستيفيتي يا شباب قلت بتعتمد على الماتيريال وعلى التمبريتشر، والاثنين دول كونستانت، يبقى ما تضحكش عليا. ريشيو ريزستيفيتي 1 تو 1. نمبر 71، واير اوف ريزيستنس ار اف اتس لينس از دبلد والراديوس هافد سو اتس سبيسيفيك ريزيستنس. السبيسيفيك ريزيستنس اللي هي ريزستيفيتي، والريزستيفيتي رقم كونستانت ما يتغيرش بتغيير اللينس او الاريا او الراديوس. 72، لو الراديوس اوف واير انكريز تو دبل، يعني نفس الكلام واللينس ديكريزز باي فاليو، الكوندكتيفيتي ريمينز كونستانت. 73، سلندريكال رود اوف كبر از ريفورمد ويتش اتس لينس انكريز 3 تايمز، يعني اللينس 2 3 لينس 1. ذن الريزيستنس طالما ريفورمد يبقى هشتغل بفكره ان ار 1 over R2 equal lens 2 over lens lens 1 over lens 2 all power 2. طيب lens 1 هتفضل زي ما هي، lens 2 ب 3 lens 1 all power 2. هما شيل دول يتفضل third square يعني 1 over 9. ده معناه ان R1 over R2 equal 1 over 9 بالcross multiplication، يبقى R2 equal 9 R1، يبقى زادت 9 times.